التفاح الأحمر. التفاح الأحمر. ألا اسمع للهوية الوطنية السورية سبهان حسين محمد. أنا قررت أن يكون في عمر 17 كنيتي آدم وأكنى بآدم، فأصبح اسمي المتداول أو الشائع سبهان آدم. ربما ثمت خطيئة التفاح الأحمر، خطيئة آدم وأغواء حواء، ربما أنا نتيجة هذه الخطيئة أو نتيجة هذا الأغواء المرير الذي تم في بدء الخليقة.